السلام عليكم، شلونك عم ياب حمزة؟ ان شاء الله بخير. ايوه، مشان تجربتي انا امبارح هو باسنيورت، انا حدثت بياناتي تقريبا من 6 شهور، حدثت البيانات وجتني الرسالة مثل كل هالعالم. يعني انا حدثت بياناتي من 6 شهور، لازم ما في داعي احدث مرة تانية. اجتني رسالة مثل كل العالم، حجز الدور ورحت على التحديث، حدثوا لي ما رجعوني. هلا في كتير شباب عم بيقولوا انه عم رجعوا من الباب او انا محدث من جديد ما بده، وقال عن قيل. انا عم بحكي لك تجربتي الشخصية، يعني انا ما بعرف عن الكل، بس عن نفسي انه انا رحت وحدثوا لي بيانات وبدلوا لي الهوية من اول وجديد وعلى 24. يعني انه ما في تحديث، اللي عم بقول لك انه عم بقول للعالم انه ما في تحديث وانا محدث من جديد، هذا الحكي ما بصير، او ما في منه، انا ما شفت منه هيك. انا كمان مثلي مثل هالعالم، قالوا لي ما بدك بكره برجعوك من الباب ولا تروح وايش بدك هيك. رحت وحدثوا لي بياناتي ومشوني نظامي، حتى على الباب سالت الموظف، قلت له انا محدث هيك من 6 شهور، وعنواني نفسه وبيتي نفسه، ما تغير شيء عندي، وعنواني شغال على الايد اولاد وكل شيء، يعني ما عندي مشاكل ابدا. قال لي بدك تحديث، وحدث لي وفوتني لجوا وغيروا لي الهوية. وبالنسبة للأوراق المطلوبة هنيك، أعطيتهم صورة هويتي السورية مترجمة ومنوترة، أخذوا الصورة، أخذوا الترجمة من نوترة. يعني اللي بده يروح لهنيك يساوي ترجمة من نوترة، لازم يصورها مشان يسلمهم الصورة الأصلية ما تروح منه، مشان ما يرجع يتكلف مرة تانية. هاي وحدة. اتنين، شو اسمه، سند إقامة، فاتورة الكهرباء أو المي أو حي الله فاتورة بتصير، بس على شرط تكون تاريخ جديد، إذا تاريخ قديم ما بقبلها، برجعها في الموظف. يعني أنا هيك صار معي، أنا عطيته فاتورة بتاريخ قديم ما رضي فيها، رجعت عطيته الجديدة قام رضي فيها. فاتورة المي بدها تكون مصورة لها صورة، حجز الدور بده يكون له صورة، الأوراق كل شيء أوراق بتاخدها صورها، والأهم أهم شيء الترجمة والنوترة مشان ما تدفعوا مصاري مرة تانية، مشان تسلموا الصورة وتاخذوا الأصلية. في عندك شو اسمه، بالنسبة للتعهد النامي، تعهد النامي إذا تاريخه قديم ما بقبلوه. هلا أنا مسجل ابن عمي قبل على تاريخ على تعهد نامي من شي 6 شهور، يوم حدثنا سجلته وظبطت له أموره، كمان اجته الرسالة رحنا هنيك تعهد النامي ما قبلوه، قلت له إنه أنا هذا مسجله، قال لي ما بصير، روح سوي واحد جديد وبتاعه، حتى رفضوا وطلعوا لبرا مشان نرجع نسوي له تعهد نامي جديد. يعني تعهد نامي اذا تاريخه قديم ما بقبلوه. هذا الحكي باسنيورت، انا رحت باسنيورت حدثت بياناتي، عرفت شلون؟ وفي شغله تانية انا ملاحظه، يعني بدي انوه عليها، بالنسبه للسوريين عم بروحوا لهنيك، في معهم اولاد، في معهم نسوان، عم بضلوا بيحكوا على التليفون، بضلوا الاولاد بصيحوا وبطالوا صوت. هلا نحن انا مع كل الناس، انه ولد صغير ما بنضب، عرفت، وبطالع صوت وبطالع حركات وكل شيء، يعني ولد صغير بالاخير، بس ان الموظفين عم بتحججوا بالولد، عم بهدلوا الاهل، عم بهدلوا العالم اللي هنيك، عم بعصبوا عليهم حجه الولد. بقى كل مين عنده اولاد بده يروح ياخذ اولاد، كتير يحاول قدر الامكان انه يضبهم، ما يخليهم يطالعوا صوت، يعني ما يخليهم يطالعوا ضجه، لانه الموظف عم بقلب على الكل كرمال ولد صغير. يعني هو الموظف ما بفهم، نحن قولا واحدا يعني انه هذا ولد صغير، ما لازم، يعني لازم واحد يتحمله، بس الموظفين ما بتفهم حيش السامعين. وكثرة الأسئلة الموظفين كمان عم بتولد عندهم حقد علينا، وعم بخلوهم انه يعيطوا بعياط، يعني اي واحد بيجي بيسأل سؤال يستفسر استفسار بصير بعيط بوجهه. ليش؟ من كثرة الأسئلة، لأنه في عالم تجي مثلا مع ورقه أوراقه ما نظامية، أو في عنده شي مشكلة معينة، بيجي بضل بنق على الموظف، لا مشيني لا زبطني، ما هو هون، ما هو مثل سوريا هون، يعني ما بعرفوا الله، بدهم القانون يمشي هيك، وكل موظف من راسه بيشتغل. هلا انا مع كل السوريين بهالحكي، بس انه موضوع الاسئله اللي كتير خففوه عنه، لانه عم بتصير رده فعله على كل الناس، عم بهدل المراه، عم بهدل ختياره، عم بهدل بنت صغيره، عم بهدل زلمه مشوره بزلمه ختيار، ما عم بسال موظف، ما بخاف الله ولا بيعرف الله، ما عم بسال، عم بهدل. فلهيك انا يعني نصيحه كاخ او كاخوه، انه اللي بده يروح لهنيك يخفف اسئله، يراجع اوراقه، ولا يروح لهنيك اذا ما اجى الاوراق كامله معه. يعني مثلا اللي بده يثبت بيت جديد، خلص مبين بده ترجمه ونوترة حصرا، اذا بشفع فيك الملائكه بدك ترجمه ونوترة. اللي مسجل ببيته من زمان هذا ما بده ترجمه ونوترة للعقد، عرفت؟ يعني هون بل المواضيع هي، خلي كل الناس
اوراقه نظاميه وشغله نظامي وروحه بدون مشاكل بدون وجع راس. هلا انا فتت بدون مشاكل وجع راس ابدا، كل اوراقي نظاميه، بدي ورقه بعطيه اثنين بدل الوحده، كل اوراقي معي، كل شغلاتي معي، ايش ما بطلب بعطيه. فتت وطلعت بسلامه بدون مشاكل بدون وجع راس. بس في ناس كثير عم بشوفها هنيك انه اوراقه الناقصه بيجوا بده يمشوها بوس شوارب. يا اخي ما بصير، هذا قانون ما بفهمه. هن عم بعيدوا كل هالفيلم وبده يغيروا الهويات للناس مشان هالشغلة تروح، مشان كل الناس يصير عندها أوراق نظامية. يعني شغلة ما ببوس شوارب بتنحل، عرفت شلون؟ ايه هي تجربتي معهم، وبتمنى من الكل الله ييسر على الكل، وبتمنى من الكل انه يلتزم بالأوراق النظامية مشان ما يتعذب. يعني بالأخير يعني هن ما راح يرضوا وما راح يقبلوا، بدك تروح وترجع على الفاضي إذا ما معك أوراق رسمية ونظامية وكله، بده ترجمة ونوترة وتصديق قنصلية وكل شيء، خيو ما بقبلوا بشيء، عرفت شلون؟ واللي بفكر إنه الشغلة بتنحل ببوست شوارب، يا خيو ما في بوست شوارب بالموضوع. يعني ما هو مثل عنا بسوريا حط له 50 للموظف وقول له روح، حط له 100 وقول له روح بمشيك بظبطك. هون ما ضل، أولي كان فيه بس هلا ما ضل. هي تجربتي كانت، وبتمنى التوفيق للجميع.